كمان مصر استضافت الفترة اللي فاتت بطولة العالم للجمباز الفني، وكان ختامها برضو بالأمس في الصالة المغطاة باستاد القاهرة. خلينا نتابع عشان برضو نشوف المشهد ومزيد من التفاصيل. الحمد لله زي ما حضرتك شايفة التنظيم، يعني حتى الفيدباك اللي جينا من البعثات الناس يعني مبهورة، ودي حاجة يعني تشرف كل واحد فينا كمصري ان الناس شايفة التنظيم من كل سنة للسنة اللي قبلها بيبقى أفضل. كان في تفاصيل صغيره ساعات من بطوله بطوله كانت بتبقى يعني مفتقدينها شويه، بس احنا الحمد لله السنه دي كنا مركزين شويه في شويه حاجات صغيره كده بتفرق بالذات مع البعثات والفيدباك عنهم. مش موضوع بس حتى الملعب والديكوريشنز، ولا بنتكلم على التنظيم وصول البعثات والتسكين، المواصلات او الانتقالات الداخليه الموضوع كان افضل كتير. الناس اللي شغاله في الاكريديتيشن او اللي هي الاستقبال البعثات المره دي كان في تطور كتير جدا في الملعب. فالحمد لله المره دي الشكل والافتتاح الناس كانت يعني مبهوره بيه، ودي حاجه كلنا نتشرف بيها. فالحمد لله ان شاء الله كمان قفل النهارده، والبنات والولاد اللي عندنا اللي بيلعبوا النهارده في الفاينلز يفرحونا باذن الله. الحمد لله بقينا ننظم بطولات عالميه على مدار السنه كتيره على جميع الفروع، يعني وجود دول كتير 70 دولة عندنا في مصر، ده بسبب زي ما بقولك ان سمعة بطولة كأس العالم كايرو وورلد كاب هي حاجة بقت بيحب الناس تجيها، مش احنا بندعو الناس، فبقت حاجة لينا احنا بوينت بلس اد اون، يعني ان كمان دي زي ما بقولك مؤهلة للأولمبياد، فكل اللعيبة بتبقى بتنتهز الفرصة ان يجمعوا نقاط يتأهلوا بيها للأولمبياد. معرفش يعني ممكن تكوني الحتة دي محتاجة اوضحها للجمهور، ان البوينت سيستم ده عدد نقاط بيجمعوه اللعيبة اللي هم مش عندهم فرق داخلة في الأولمبياد عشان يقدروا يطلعوا الأولمبياد كلاعبين فرديين على كل جهاز. طبعا احنا اول مره يشارك 70 دوله معانا على مستوى العالم، اكتر من 293 لاعب ولاعيبه، اقوى لاعيبه في العالم مشاركه. الناس مبهوره جدا بالتنظيم بتاع كاس العالم في القاهره 2024. كله بيتكلم معانا ان احنا نفسنا مصر تنظم بطوله عالم للناشئين في 2025، واحنا نتمنى ده. مشاركه لاعبتنا بقوه جدا، بقينا موجودين على خريطة العالم في الجمباز. عندنا 2 لعيبة النهاردة بيلعبوا على أحسن 8، ربنا يكرمنا إن شاء الله بميداليات. الناس أبدت إعجابها دايما لينا ومقابلتها معانا في كاسات العالم المختلفة أو بنقابلهم بره في أي بطولات عالم. المرة دي في إقبال كبير، مع إن في فترة كبيرة على الأولمبياد لسه، بس الناس ابتدت تبتدي السيزون بتاعها والمشاركة بأول كاس عالم بعدد كبير. منافسة قوية جدا، مش سهلة، كلنا اجتهدنا. بالنسبة لنا طبعا اللعيبة أنا وأصدقائي والفريق كله، إحنا يعني عاملين معسكر مغلق بقالنا فترة مجهزين عشان التأهيل. دي أول خطوة لينا، عندنا إن شاء الله كأسات عالم تاني الأسبوع الجاي في ألمانيا، وبعدين في أذربيجان تقريبا بعدها بحوالي 10 أيام، وبعدين في كأس العالم الأخير في قطر، ودي البوينت اللي بنجمعها عشان التأهيل إن شاء الله. أنا ما كانش ليا نصيب في كأس العالم ده في الفاينل، كانت تجربة جملة جديدة صعوبتها عالية، بس الجو والمنافسة محتاج ده. واحنا ان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي، منافستنا ان شاء الله تكون اقوى ونقدر نحقق بوينت كويسه ونتاهل. والله الحمد لله التنظيم انا شايف ان هو من احسن تنظيم كاسات العالم في على مستوى العالم، يعني حفل افتتاح كبير جدا ما بنشوفوش في اي كاس عالم، بالذات الكاسات العالم المؤهله للاولمبيكس. طبعا البلاد كلها بتحاول تيجي تشارك لان هو كاس عالم قرب بطوله العالم، ويعتبر شبه اولمبياد بس على صغير شويه. السنه دي دول كتير جدا مشاركه، اكتر من 70 دوله، فالموضوع بالنسبه لنا موضوع مهم جدا وفنيا طبعا عالي جدا. والحمد لله النهارده الفاينل كان مستواه عالي جدا، الحمد لله قدرت اوصل المركز السادس. طبعا كان في شويه حاجات صغيره كده محتاجين يعني نركز عليها الفتره الجايه، عندنا كاسات عالم قريبه تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله في المانيا، والحمد لله احنا يعني في مستوى ان احنا نتاهل الاولمبياد عن طريق النقط بتاعت كاسات العالم، ودعوات بقى كل المصريين ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ويوفقنا. هو السبب الاساسي ان احنا نشارك كلنا كابطال عالم لنتاهل الاولمبيكس ان شاء الله. منافسه صعبه جدا جدا، واحنا داخل المنافسه مش مثلا بنشارك بس، وحطينا رجلينا في اول بطوله كاس عالم للتاهل للاولمبيكس ان شاء الله. لسه ناقص 3 وان شاء الله خير. تقريبا هدفنا كلنا
ان احنا نجيب ميداليه اولمبيه ان شاء الله، واحنا شغالين على ده يعني نخلص الاولمبيكس بقى كده عندنا حلم.